رسالة في زجاجة. ياه، الجو حار للغاية اليوم. لذلك سوف يسعد الجميع لأننا سنوصل طلبات عصير التوت. الجو شديد الحرارة، لكن لحسن حظكما عصير توت روزي وكرز وصل بالفعل. شكراً، هذا أفضل. سنجمع الزجاجات الفارغة ونتحرك لتوصيل الطلبات الأخرى. علينا أن نفترق. سأذهب إلى القنادس ثم إلى بلبلة. سأوصل باقي الطلبات. من يوصل الطلبات أولاً هو الفائز. وداعاً. شكراً لكما. الحرارة شديدة، هذه نسمة لطيفة. نعم، لكن هذا متعب. نحن نحتاج مروحة كبيرة، وأعرف بالتأكيد من يمكنه أن يساعدنا في بنائها. أهلاً ميت. أهلاً نت. كنت أخبر بطة منذ عدة أيام عن مدى براعتكما في بناء الأشياء. هناك شيء يمكنكما بناءه لأجلنا. يمكننا بناء أي شيء يا نت. بالطبع يا ميت، يمكننا. أخبرانا ماذا تريدان أن تبنيه، وسوف نبنيه لأجلكما. عظيم، رائع. واو. واو واو واو. فلأجرب السير إلى الخلف. لابد أن أخرج منها وأدفعها. النجدة! النجدة! ساعدوني! ترى ما هذا؟ رسالة في زجاجة. شخص يلوح بيديه وتل فكري. أتساءل من أرسلها. سأتوجه إلى تل فكري حين أنتهي لأرى الأمر. شكراً يا روزي، جعلني العمل أعطش. أنت محق، أراك لاحقاً يا بينون. وداعاً. وداعاً. الآن إلى شراب منعش من عصير التوت. ها؟ رسالة؟ هذا غريب، لابد أنها رسالة من روزي. يبدو أنها تريدني أن أقابلها عند تل فكري. حسناً، سأذهب حين أنتهي من عملي هذا. كدت أنسى، لابد أن أملأ صندوق تفاح لأجل رومبا. زجاجة عصير توت شهي. أشكرك يا روزي. والكثير من الزجاجات الفارغة لتمثالك، إنه يبدو رائعاً. شكراً لك. أراك لاحقاً. وداعاً. هذا غريب، لابد أنها من روزي. تريد لقائي لاحقاً عند تل فكري. ترى ما السبب؟ ولكن الجو أقل سخونة في الظل هنا يا فكري. ما هذا؟ يبدو أنه يوجد من سيتقابل هنا. لست من أرسلها. من أرسلها إذن؟ لست أنا ولا أنا. إذن من منكم أرسل رسالة؟ ظننت أنك من أرسلها. وأنا أيضا ظننت أن بينون أرسلها. إذن لا أحد هنا أرسل رسالة. لست أنا. لم أرسلها. إنه أمر غريب،
وأين كرز؟ لابد أنه وصل طلباتي كلها. كلا، لم يفعل. أنا لم أحصل على زجاجتي من عصير التوت، وأنا أشعر بالعطش الشديد. دعيني ألقي نظرة أخرى عليها، إنها متسخة قليلاً. سأحاول أن... إنها حوامة كرز، غرست في الطمي. لابد أنها رسالة من كرز. انظروا، السهم يشير إلى سد القنادس وليس إلى تل فكري. أسرعوا، علينا مساعدته. نعم، كانت الرسالة مني. صرخت طلباً للمساعدة لكن لا أحد سمعني، لذا رميت بالزجاجة في جدول الماء. حسناً، لقد وصلت المساعدة. هيا جميعاً فلنصطف وندفع. هيا فلتدفعوه. هل تلعبون في الطمي؟ بل نحاول مساعدة كرز، فهو عالق. عالق في الطمي؟ نحن لا نعلق أبداً في الطمي يا نت. ما تحتاجونه هو وضع الكثير من الأغصان والفروع تحت العجلات كي تخرج من الطمي. الآن من الذي نعرفه ولديه الكثير من الأغصان والفروع؟ هذا سيفلح بالتأكيد. أدري الحوامة الآن. كرز والتنين. نستطيع أن نقدم الأميرة الوردية الجميلة. فكري أعجبته كثيراً هذه المسرحية. لا أريد شيئاً وردياً أرجوكي، فلنقدم شيئاً فيه مغامرات وأبطال كثيرون. وفيه سحر. نريد قصة فيها أدوار للجميع. هي، ما هذا؟ الأمير والتنين. كانت هناك أميرة جميلة. سجنها في كهف بعيد تنين مرعب. أوه، تنين. وكان التنين المرعب مخيفاً، فلم يتجرأ أحد على إنقاذ الأميرة إلى أن قرر ذات يوم أمير شجاع جداً. أمير شجاع، هذا أنا. أن ينقذ هذه الأميرة. وكان للأمير صديق ساحر. هل قلت الآن صديق ساحر؟ قال للأمير إنه سيهزم التنين إذا استخدم سلاحه الأقوى. إنه سيفي. حصانك. ألقى الساحر سحره على حصانك وجعله أسرع حصان في المملكة كي يستطيع الأمير كرز إنقاذي. أنا الأميرة الجميلة. خرج التنين من كهفه ليلاقي الأمير، ولكنه كلما أسرع في جريه كان الأمير أسرع منه. تعب التنين كثيراً فنام، وهكذا استطاع الأمير أن ينقذ الأميرة. هذه القصة تصلح لعرض أمام فكري. إذن روزي ستكون هي الراوي وأنا سأكون الساحر. كرز الأمير، لين الأميرة، لكن من هو التنين؟ أنا. أليس حجمك صغيراً؟ أنا لست صغيراً، صحيح يا روزي؟ أنا رأيت تنيناً حقيقياً، إنه ضخم جداً. تنين حقيقي يا بلبلة. ما رأيك أنت يا بينون؟ هل ستكون التنين؟ لا، أنا سأشتغل ببناء المسرح للعرض. إن كان رومبا يرغب في أن يكون التنين، علينا أن ندعه يجرب. يبي! لكن ليس عندنا هنا زي التنين. لا بأس، سأصنع واحداً. أنا سأساعدك، أعرف تماماً شكل التنين. ألقى الساحر سحره على حصان الأمير كرز وجعله أسرع حصان في المملكة كلها. أبراكازوما، حصان أكاويزيكا. وهكذا انطلق الأمير كرز بحثاً عن التنين.
التنين. أيها التنين الجبار، أنت أضخم جدا جدا مني، ولكن رومبا يجب أن تكون مخيفا. كنت سأكون مخيفا لو أن أحدهم لم يأخذ ذيلي هكذا. كان علي أن أصنع عباءتي. وعلى كل حال، التنين الحقيقي ضخم جداً ويخرج ناراً. وهل التنين حقيقي؟ لا عليك يا لين، التنين مجرد خيال. هذا رأيك أنت، حقيقي أم لا؟ المهم أن يكون ضخماً ومتوحشاً. آسف يا رومبا، قد نستطيع مساعدتك. أنا كبير لأكون تنيناً بلا مساعدة. انتظروني فقط وسترون. لن يراني أحد هنا، سأفاجئهم. سأصنع أفضل زي تنين لم يرى أحد مثله من قبل. لقد صنعت زياً رائعاً يا رومبا. كنت على حق يا كرز، لست ضخماً بما يكفي. يجب أن أكون ضخماً جداً لأصلح كتنين. 1، 2، 3، 4، 4 أضعاف. وجدتها رومبا، أنت صنعت أفضل زي تنين. ما زلت تريد أن تكون أفضل تنين؟ نعم، ولكن إذا سنساعدك كلنا. هذا أمر مدهش. هذا سيجعلك أسرع أمير في العالم. شكراً أيها الساحر الماهر. وهكذا أسرع الأمير كرز ليواجه التنين المتوحش. أحسنتم، أنقذني أيها الأمير الشجاع. طبعاً، لا تخافي يا أميرتي. انتبه يا أمير كرز. لا تخافي، لا تنسي أنني الأسرع. أحسن، رائع. إنه يقترب. لا تقلق يا ونيس، لقد بدأ يتعب. لقد نجحت، التنين سوف ينام. الأمير الشجاع الوسيم كرز أنقذني. يعيش التنين رومبا، إنه أفضل تنين على الإطلاق. بفضل مساعدة أصدقائي.